يقول فضيلة الشيخ: وهل تنصحون الكفلاء وفقكم الله الذين يسيئون إلى عمالتهم؟ لا يجوز لهم هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الواجب على المستاجر أن يعطي الأجير حقه ويبادر بذلك ولا يماطل ولا يضر به في هذا الأمر، إن هذا ظلم، هذا من أعظم الظلم للعباد. نعم.